ينزجر، لكن يلبس على الناس بمسميات أخرى كما قالوا في الربا فائدة، قالوا في الخمر مشروب مربحي، وقالوا في فعل قوم لوط حرية شخصية، وقالوا في الرشوة وفي الرشوة هدية فقط أو مكافأة أو خدمة أو محاباة، أسماء كثيرة، وهم بهذا يحرفون الكلمة عن مواضعه ليأكلوا أموال الناس بالباطل. الباطل باطل وإن تغيرت أسماؤه، ومهما قيل فإن ذلكم لا يغني من الحق شيئا. حرام في كتاب الله حرام لأن يرث الله الأرض ومن عليها. ما يكسب له بحق تغلب هذه الآفة العظيمة في كثير من مجتمعات أهل الإسلام، في كثير من القطاعات والمؤسسات على اختلافها وتنوعها، وكما قالوا كثرة المساس تزيل الإحساس، وكلما تعرض الناس هذه المعصية إلا وزاد الإحساس بالذنب، وزاد الإحساس بالمعصية وصارت عادة متجاوزة لا يلتفت إليها، ولست في قوانين الزجرية في هذا الباب أبدا، فإن أبوابها كما قلنا مفتوحة ومسمياتها كثيرة. حينما يتطبع المؤمن على هذه المعصية يتعود عليها فلا يتغير قلبه حينما يفعل ذلك، فطال عليه الأمل فقست قلوبهم، قسى القلب من كثرة تلك المعصية بسبب هذه الآفة، تتعطل كثير من حقوق الناس في المجتمع، بل وتضع العراقيل في وجوه من يمتنع عن ذلك، الذين يتبرعون، الذين لا يساومون على دينهم، وكم من تقي روي الحق عند موظف أمين ينظر ما في أيدي الناس، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ضيع أمر الله ودين الله بدراهم معدودة، فكيف تكون مسلما وأنت مصر على هذه الكبيرة، مقيم عليها، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أنها حرام، وتدلوا بها إلى الحكام ليس القاضي فقط، بل كل من له مسؤولية وأعطت له مصلحة معينة وهو الحاكم فيها والمسؤول عنها. حينما تكون هذه الرشوة سببا في طمس الحق وفي سكوت عن باطل، فيقدم من لا يستحق التقديم ويؤخر من يستحق التقديم، ويقع التزييف ويقع التلاعب في مصالح الناس، حسب هؤلاء الله جل في علاه، حسبهم الله الذي لا ترفع عليه خافية، وويل لهم مما عملت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرشوة ثلاثة كما لعن في الحمل عشرة، لعن في الرشوة ثلاثة الراشي والمرتشي والرابش بينهما، من يدفع ومن يأخذ ومن يكون واسطة بينهما. ما أصاب الأمة من تعطيل كثير من المصالح واضطراب في الموازين وتعطيل في مصالح الناس وفساد كثير وتجاوزات سبب داء عضالا، الكل يبحث عن كيفية استئصاله. السبيل إلى مد هذه الظاهرة وغيرها التجرد التام لله في أعمالنا، أن ننظر إلى الله أولا، وأن تعلم أن نظر الله إليك أسفل بدءا بأبنائنا بغرس قيم القرآن في نفوسهم وقيم الحق، فهو يعلم كما قال عثمان لابنه يا بني ابنها ان تكو، كيف يعلم ابنه؟ ان تكو مثقال حبة شيء صغير من خردل فتكن في صخرة
صحة أو في ولد في مصيبة أو في محض بركة، تراه يجري ليل نهار ولا يشبع مما عنده ولا يشعر بالبركة فيما حصل. المقصود بحديثنا هنا ليس فقط أنه لا يعاصي قد عصيت. اجتماعنا في يوم الجمعة إنما هو للذكرى، كلنا نخطئ والخطايا تتوالون. الإنسان يدخل هذه الدنيا بشهواتها بنزواتها فيبقى ربما أخذ ما لا يحل له، لكن تأتينا به الجمعة ليذكر أنفسنا أولا، وأيضا حتى تقام الحجة على الجميع وعلى كل الناس العين، وأنك تذكر فلا تتذكر ولا تتطعن ولا تنزجر ولا ترجع إلى ربك. عفى الله عما سلف، والتائب من الذنب كما لا ذنب له هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. اللهم اعف عنا، اللهم خذ بأيدينا إلى البر والتقوى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، بفضلك عن من سواك. عباد الله، حين نعلم أن أكل الحرام سبب